مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم بحدثكم من العاصمة الكندية اوتاوا. اليوم وكالعادة سنستضيف احد باقات الوطن العربي، من اجمل من وجد في هذا الوطن، طفلة من الأطفال الذين لهم مواهب، واليوم طبعا أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج وبرامج أخرى على كنار تي في دعم هؤلاء المواهب. الموهبة اليوم هي يمكن الأولى من نوعها بهذا البرنامج، هي موهبة عرض الأزياء. هذه الطفلة حصلت على بطولة جمال الموضة للأطفال العرب سنة 2021، ولها الكثير من المواهب الأخرى مثل الشعر والتمثيل. سنتعرف عليها. عرفونا اليوم بجمال سلمى محمد رأفت. أهلا وسهلا فيك يا سلمى. أهلا وسهلا. إزيك؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنت معانا من وين النهاردة؟ من أي مدينة؟ من مصر. من مصر، من القاهرة؟ أوكي. القاهرة جميلة، أم الدنيا، صح؟ أيوة. طيب سلمى، الجمهور عاوز يتعرف عليك، لو تعرفيهم عليك. سلمى عمرها كام؟ أنا عمري 12 سنة. ما شاء الله. تدرسي بالمدرسة؟ إيه؟ بالمدرسة؟ بالمدرسة، داخلة أولى إعدادي. أولى إعدادي. دراستك إزيها يعني؟ أوكي إيه؟ ولا؟ الدراسة زيها يعني أوكي ولا كويسة كتير؟ لا كويسة كتير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الأولى. ما شاء الله ما شاء الله، شطرة شطرة. إلك أخوان إخوات؟ لي أخ قد عمره كم؟ 15. وأكبر منك، يعني أنت الدلوعة في البيت. أنا الدلوعة. أيوة. طب هو إله مواهب ولا ملوش كتير؟ لا بيرسم. حلو، ممتاز، برضو فن. طيب سلمى، أنت مواهبك إيه؟ أنت اللي بتشعري حالك إيه اللي شاطرة فيه في المواهب؟ التمثيل. أوكي. والفن والاستعراضات، واللي هو تقليد الفنانين. واو، دي حاجة جميلة، تقليد الفنانين. مين أكتر واحد بتحب تقلديه؟ بحب فيروز جدا. وبحب سعاد حسني. أوكي. وفنانين كتير بقى جدا. طب تقلدي لنا حاجة كده، أو قبل ما نبدأ حاجة من اللي بتحبيهم. أوكي، ممكن أقلد لك فيروز. تفضلي. يلا يا ستي، يلا عشان ناكل سوا. لا احنا لازم نسيبها بالنص، انت تاخد حقك وانا اخد حقي، ما ناكلش سوا ليه؟ لا، انت لقمتك اكبر من لقمتي، وبقك اكبر من بقي، وسنك اجمل من سناني. قبل ما ناكل لقمه واحده بس تكون انت كلت 18 لقمه مره واحده. طب يا ستي اتفضلي، اسمي بس اسمي اسمي الحق. حاضر، من عينيا. اتفضل. ايه ده بقى، نص سغيف؟ اول نص ساعه تعالي فغالي كده يا استاذ. اسمعي بقى، الجبنه دي احنا لازم نقسمها بالميزان بس كده. يلا على البقال. شوفي يا عزيزي وشوفي يا حبيب، ادي نصيبك وادي نصيب. شوفي يا عزيزي وشوفي يا حبيب، ادي نصيبك وادي نصيب. قصدي الحق، انا قصدي الحق، ما فيش لا صاحبي ولا قريبي. شوف شوف يا عزيزي، شوف شوف يا حبيبي، شوف شوف يا عزيزي، شوف شوف يا حبيبي. ادي نصيبك في الناحية دي، كويس كده مبسوط مبسوط. وادي نصيبي في الناحية دي، مظبوط كده مظبوط. ها؟ مظبوط. ابدا ابدا، دي الحته دي طلعت اكبر من الحته دي. نعمل ايه ونسوي ايه علشان نخلص من الورطات؟ ناخد من دي نحط على دي، برضه مفيش فايده.
زايدة، الكفة دي زايدة وبرضه ما فيش فايدة، الكفة دي زايدة. وانا طول عمري احب الزم، ناكل حتة هم 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 والنبي طعم. وانا طول عمري احب الزم، ناكل حتة هم 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 والنبي طعم. وانا طول عمري احب الزم، ناكل حتة من الناحيات، نقصد برضه من الناحيات، ناكل حتة من الناحيات تبقى تمام قد قد الكفات. اهي دلوقتي بقت مظبوط، ولا بتطبش لا دي ولا دي. الله، برافو برافو برافو. طبعا فيروز كانت تعتبر الطفلة المعجزة، وهي أول من اشتهرت من الأطفال في التمثيل في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت يعني إبداع في تاريخ السينما المصرية. والطفلة فيروز عندما توفت في 2016، صارت طبعا كبيرة بالسن، كانت يمكن من أوائل المسيحيات اللي أقيم لها عزاء في مسجد في ذكراها، رحمها طبعا الله سبحانه وتعالى. وأنت أبدعت يا سلمى النهاردة، يعني حاجة جميلة جدا كده، خليتينا نعود لأيام الخمسينيات والستينيات. طب سلمى، كيف اكتشفتي المواهب عندك؟ انا في لو برنامج تيك توك، كنت على طول افضل اعمل حاجات عليه. وطبعا انا بمثل من انا عندي 6 سنين، وبحب التمثيل جدا. يعني انا كنت مثلا اقف قدام المرايه اتقمص شخصيه الممثلين، بس شايفاها مثلا على التلفزيون، اتقمص شخصيتهم قدام المرايه. حلو. وماما قالت لك او بابا، او انت بس عرضتي على المدرسة العرض، ولا كيف؟ لا طبعا مامي كانت بتشجعني، وبابي، كان العيلة كلها طبعا كانوا بيشجعوني بجد. المدرسة كان لها دور في تشجيعك ولا لا؟ طبعا المدرسة يعتبر كلهم، والحفلات انا كنت بمسك الحفلات كلها بكل حاجة. طب جدو حاتم كان دوره ايه في تشجيعك في التمثيل تبعك؟ جدو حاتم، انا جدو حاتم بعشقه بجد، وكان بيشجعني جدا وبيحبني وانا بحبه بجد والله. شكرا بجد ليه بجد، طبعا وبيشجعني. تحية لكل من يدعم المواهب الصغيرة لتصبح أبطال عالميين. سلمى أحد هذه المواهب في الوطن العربي، دعمها والديها وندعو لهم بالخير، دعمتها المدرسة، وجد حاتم اللي دائما ندعو له بالخير يا رب، وشكرا لهم جميعا. طيب جلو الصحة. آمين يا رب. البداية كيف كانت؟ هل سويتي مسرحية؟ هل طلعتي بمسرح المدرسة؟ هل أنت بس فقط على التيك توك؟ كيف كانت البداية اللي قلتي أنا فعلا موهوبة؟ مسرحية من عندي 6 سنين، اللي هي 100 ليلة وليلة، كنت طالعة بيها بدور شيرازات مع سماح أنور. وعملت مسرحية وجع الروح مع المخرج علاء محمد، أول واحدة شهرزاد، صح؟ أول واحدة. شهرزاد 100 ليلة أوكي. وليلة. كانت صعبة بالنسبة إليك تطلع على المسرح أول مرة وتقابل الجمهور وجه يعني لوجه؟ أول مرة رحت على مصر بيبقى فيه رهبة كده شوية، بعد كده بقى اتعودت خلاص. وأنت بتتدربي كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر؟ كيف التدريبات عندك على المسرح؟ لا هو التمثيل ده عشق، يعني أي حاجة قدامي كده بتقمصها على طول. ما شاء الله ما شاء الله. طب بتأثر الهواية تبعتك على دراستك؟ أوب سوري، الهواية بتأثر على الدراسة ولا لا؟ يعني أنت بتشعري إنك لو درستي أكثر حتجيبي علامات أحسن، ولا لا بالعكس الهواية بتشجعك إنك كله يعني في الدراسة والتمثيل وكل حاجة، والمدرسين كلهم بيحبوني، يعني الحمد لله محبوبة.
سلمى عاوزة تطلعي إيه لما تكبري إن شاء الله؟ إن شاء الله ممثلة. ممثلة، يعني هتدخلي معهد التمثيل؟ آه إن شاء الله. إن شاء الله. و سوري؟ بعمل مسرحيات. حاولت تشاركي بأفلام ولا ما كان عندك فرصة؟ لا إن شاء الله الجاي أحسن. إن شاء الله. إحنا هون بنوجه رسالة لكل المخرجين في الوطن العربي وخاصة في مصر، إنهم يستفيدوا من هذه الموهبة سلمى، يعني من المواهب اللي بينت لنا. بتحبي تقلدي لنا حاجة تانية يا سلمى؟ إحنا عابين نسمع منك. بلقي شعر وبمثل. طيب يلا ألقي لي شعر، خلينا نشوف إلقاء الشعر إزاي. تمام. هقول قصيدة عن أمي. تمام. لما جيت أكتب عن أمي، لما جيت أكتب عن أمي، قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت أكتب عن أمي عاجزة قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة واتوصل حبل الوداد، حبي ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة، في التعب كانت بتسأل جي مؤنث جي مذكر جي بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكانت بتحضن بابتسامة، وقتها ما كنتش بفكر ده الضنا جه بالضنا. لما جيت أكتب عن أمي لقيتني بكتب عن أنا، لما جيت أكتب عن أمي عاجزة قدام الحروف، أعمل ألف زعق وقف قال لي ما تفهم يا ولا، ده أنا مشترك في اسم من لا شريك له، وأول اسم الألف وأول أم الألف، ودي مش صدف، ربك بيخلق من العدم، ربك بيخلق من العدم خلق الألم، وهنا على وهن شاركني لحد ما بلغت الحلم، ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنى عليها، يا ما عوضتني بجناح ويا ما دمعت في عينيها، ومن ايديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة، وداس عليها عجل زماننا وكانت بتحضن ببساطة، ولما بتعب كانت تطبطب كانت تجيب لي الشوكولاتة. كبرت فجأة، كبرت فجأة لقيتني بزهق من كلامها عن السجاير، عن العيال اللي مصاحبهم على الدراسة، خش ذاكر اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل، ده اللي قدك دخل دنيا. بص يا ابني خلي بالك السنين زي الكولونيا تحطها بتطير بسرعة، ما تلاقيش لهواها ريحة، ما تلاقيش لهواها ريحة، السنين بكحة وصريحة، أمي ما بتعرفش تجرح بس ياما بتتجريح، لما جت وقفت قصادي قالت لي انت امتدادي، انت نور عيني اللي شبه انت الدودة عن ولادي، وقتها انا كنت غاوي الغداوي، كنت اسيبها قاعدة وانزل اترمي في حضن القهاوي، هي دي هي احلى عيشة، حط نار على فحم الشيشة هات لي دولة، أمي دي فاكراني تيشا، لأ ده أنا راجل بشنبي. بصوا دقني لما جاني الحزن، دقني الزمن خد مني خان، الدواء اللي عند أمي مش لاقيه في الأغذخان، كل ليلة كنت برجع والدعاء صالب لظهري، والتعب فارق طريقي والسنين بتقول لي اجري، زحمة الدنيا خدتني ما افتكر اكل لما بس الاقي الاكل حاضر، انت فين مش عارف اكل، اقعدي جنبي تعالي اسمعي اخر المهازل، مره واحد حب ينجح قالوا عنه انه فاشل،
مرة واحد حب واحدة بس سابها لأنه عاط. قالوا عني إني شبهك، قالوا واخد شكل شعرك، ضعف نظرك، والسنان البايظة منك. ياما جرحوني يا أمي، ياما جرحوني يا أمي، وبدعاكي جت سليمة. هما لما يقولوا عني ابن أمي دي شتيمة، كملي جميلك يا أمي، وبعد عمر طويل قوي روحي للرحمة تقوليله. ياما زعقلي وسامحته، ياما زعقلي وكان يكفيني إن أشم ريحته. كملي جميلك يا أمي، وبعد عمر طويل قوي روحي للرحمة تقوليله. هو ابني مهما ينطق لسه سامع ماما من أصغر شفايف، مهما يعمل هو لسه اللي كان في اللفة خايف. ولما جيت أكتب عن أمي لقيت كل كلامي عادي. أدمعتينا يا سلمى، أدمعتينا. الله يحفظ أمهاتكم يا رب، ويخلي لك أمك يا سلمى، ويحفظ كل حبايبك يا رب. شكرا بجد. طبعا يعني قصيدة رائعة، وفعلا قصيدة جميلة وتوصل للقلب، لكن مؤثرة جدا، فشكرا لك يا سلمى. شكرا لحضرتك. طيب، الهواية اللي بعدها، أنت بدأتي في هواية الموضة، وهذه الهواية يمكن قليل من الأطفال بدخلوها، لأنها يمكن شوي صعبة، بدهم سيدات وبدهم رجال. احكي لي شوي عن هذه الهواية. كنت داخلة مسابقة، كانت اللي هي المفروض إن أنا أمشي كات ووك في مكان معين بتاعة الموديل. كانوا بيعلموني وأنا يعني أنا بتكبر بسرعة الحمد لله، فكانوا بيعلموني كنت مثلا البروفة الجاية ببقى راجعة وبعمل لهم المشية بتاعتهم. اوكي، وبدأتي انت تشتغلي بالموضوع هذا على حالك يعني. اوكي. ونفسي طبعا بحب ان هو يبقى مختلف جدا عن الاخرين، وبحب ويعني طلعتي على مسرح بالكات ووك، طلعتي عملتي على مسرح عرض ازياء او موضة. ما شاء الله. وكيف سميتي ملكة جمال الموضة للأطفال العرب 21؟ كنت داخلة مسابقة برضو، وكانوا اللي هو بيقولوا زي تدعيم، وكانوا بيشجعونا بقى ويشوفوا بقى مين مثلا هيمشي كات فوق ومين اللي هي والأخلاق والكلام والأدب واللي هو يعني والتمثيل كل حاجة. طيب، أنا حارد عليكي بعض الصور، وحتحكي لي الذكريات تبعت الصور دي. الصورة دي تتذكري من إيه؟ دي مقابلة تلفزيونية I think، صحيح؟ ده انا كانت في مسرحية الميراث. الشخصية دي كنت طالعة بسعاد الهندي. أوه، تعمل سعاد الهندي، فقالوا لي لا انا عايزاكي كده بنفس شكلك بنفس الحاجات الهندي دي، وعايزاكي وتعملي معايا برنامج. قلت لها حاضر. دي على تلفزيون دراما، صحيح؟ نيل دراما. دي دراما. اوكي، الصورة دي دي كنت بلقي الشعر الأم برضو دراما. حلو، واللبس تبعك ده ده على على النص. مصر. ايش المناسبة كانت؟ ايه؟ المناسبة كانت ايه؟ عشان حفلة، اتكلم عن الأم. حفلة لعيد الأم يعني. كده. ودي مسرح ايه؟ مسرح المدرسة ولا مسرح حاجة تانية؟ لا ده مسرح كان تمثيل سان جورج. في سان جورج. حلو. الصورة دي كنت بمثل كتبات أختي، دي اوه، المسرحية اسمها ايه كان؟ كانت اسمها مسرحية الميراث والبنات. حلو حلو، وكانت على مسرح برضو سان جورج؟ سان جورج. ودي من نفس المسرحية؟ دي من نفس المسرحية، كان الاستعراض بتاع الجن. يا حبيبي خوفتينا يا سلمى. السيرتيفيكات ده ايه ده؟
دي كانت شهادة المخرج علاء محمد هو اللي كان مديها لي، كان برضو عشان ألقيت الشعر ومثلت كويس والاستعراضات. تحية للمخرج علاء محمد، أنا من المعجبين فيه، ف شكرا له على دعمه لسلمى. يا رب، شكرا لحضرتك. إيه إيه الحلاوة دي يا سلمى؟ شكرا لحضرتك. دي لما إيش خدت ماكي كان بقالي يعني كنت 3 شهور تعب عشان اوصل لملك الجمال. دي ملكة جمال مصر كانت ولا إيه؟ ملك الجمال الموضة للأطفال العرب 2021. 2021، وكنت بتمثلي مصر في الوقت ده صحيح؟ يا عيني يا عيني. أوكي، والتتويج ده، التاج ده أعطوك إياه برضه في الـ في الـ في الـ يا ملكة. عيني، يعني ملكة ملكة المقابلة دي. كان مسرحية عن كان يوم عيد الأم، حبينا إن احنا نعمل مسرحية برضو. كان أستاذ مخرج علاء محمد هو اللي كان عامل عشان يفرح الأمهات. يا عيني يا عيني، ودي برضو مقابلة على النيل صحيح؟ قناة كان النيل، مظبوط. ايه ده؟ دي وأنا في المدرسة كانوا مصوروني عشان أديت وغنيت حلو. والعرض انا شايفك كده يعني طالعة بشكل جميل، يعني كيو يا الصورة دي مين؟ دي صفاء بسعود. اوه صحيح، انا وين قابلتي صفاء بالسعود؟ كان اللي هو مهرجان تايلاند بالعربي بتاع وزير الشباب والرياضة. والأستاذة صفاء كانت موجودة كانت بتقدم لنا المهرجان. طبعا، من أحلى تحية للأستاذة صفاء، احنا بنحبها حب قوي يعني. الصورة دي ده على مسرح تايلاند برضو بالعربي. تالنت بالعربي، وده افتتاح المهرجان، مهرجان التالنت بالعربي. انت كنت اول واحدة بتكوني في المهرجان؟ هو المسابقين كانوا كتير قوي، كانوا بالالاف. قدمتي ايه في المس هنا؟ كانت مصر، كانت ده كانت اللي بفتح افتتاح المسرح. افتتاح المسرح، اوكي، يا فانت افتتحت المسرحية هنا. اوكي، بعض الجرائد برضو كتبت عنك، سلمى محمد في حوار خاص، الرسالة التي يقدمها مسرح وجع الروح والصراع بين الخير، أو الصراع بين الخير والشر. الصورة دي كانت فين دي؟ ده كان على مسرح المدرسة وأنا صغيرة، كنت بغني سعاد حسني. أوكي، لسعاد حسني. دي على مسرح برضو سان جورج الموديل. أوه دي المودلز، يا عيني يا عيني. طب عاوزة تغني لنا حاجة لسعاد حسني قبل ما، أو تقلدي لنا سعاد حسني قبل ما نكمل؟ ممكن أغني. يلا. ما انتش قد حبي يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وانا قلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. الله الله الله، عيني عليك طبعا، يعني سعاد نجمة وانتي نجمة يعني. شكرا لحضرتك. طيب نرجع للصور، الصورة دي أنا عجبتني كتير كده، جميلة جدا يعني، وطريقة المشي مبين. النهار ايه دي؟ ده كان برضو موديل، كان عايزيني في كلاس النهار، شفت كان الدرس ده. ودي دي في تلفزيون النهار؟
حاجة جميلة. طيب هنشوف الفيديو ده، طبعا انا شلت الصوت لانه الكوبي رايت. بتعملي ايه انت هنا؟ هنا كنت بلف لأن كنت لسه واخدة اللي هو المركز الأول مهرجان تايلاند بعرم. ما شاء الله، حاجة جميلة. طيب الرقصة دي جميلة على التيك توك تبعك، طبعا هذا التيك توك يا، بس الموسيقى طبعا لأنه فيها كوبي رايتس فحنوقفها. الرقصة دي أنت تعلمتيها من وين؟ لا دي انا اللي عاملاها، يعني انا اللي بشوف الاغنيه وعامله عليها الرقص. واو، بنفسك يعني، أنت اللي عاملاها بنفسك. حاجة جميلة جدا. سلمى، هل واجهتك صعوبات خلال الرحلة تبعت المواهب تبعتك؟ هل كان في صعوبات؟ طبعا كان في الصوت، كان أكثر كمان ولحد دلوقتي برضه. أكثر الصعوبات هاي إيش بتتذكرين؟ يعني مثلا زي مثلا التدريبات كانت تبقى في رمضان. وانت صايمة؟ يا عيني وكان عليك. تمثيل، بعد كده أرجع البيت أفطر ونفتح أونلاين ونذاكر أونلاين تمثيل. وطبعا رمضان طبعا ده عشان كان فيه امتحانات، فكنت بخصص مثلا يوم للتمثيل، وبقيت الأيام كلها مثلا قبل مثلا ما أروح البروفا لازم أكون مخلصة المواد كلها. يا عيني. طب سلمى، أنا بدي بنهاية هذا اللقاء، كطفلة عربية عندها مواهب تبعتي رسالة لأطفال الوطن العربي، إيش رسالتك للأطفال عشان يثابروا على مواهبهم؟ يجتهدوا ويؤدي التحدي وإن شاء الله يوصلوا اللي هم عايزين إن شاء الله. إن شاء الله. بس التحدي سهل ولا لا أنت بتعتبرين؟ لا طبعا لازم طبعا إن هم يعملوا مجهود قبل ما يوصلوا، يعني هي مش حاجة، يعني مش تافهة، مش حاجة تافهة. والمجهود ده حياخد وقت وزمن وصعوبات ولا حيكون سهل؟ إيه؟ المجهود حيكون سهل ولا صعب المنال؟ لا في الأول هيبقى صعب، طيب بعد أنا كده هيبقى أنا أنا سلمى صراحة كثير مبسوط إني كنت معك النهاردة، والله. لا حضرتك بجد معاكم مع وشكرا حضرتك. شكرا إليك إنك كنت معنا من القاهرة، عاصمة الأبطال، عاصمة المعز، القاهرة أم الدنيا، وأنت اليوم كنت وأبدعتي في للأم، وأنا كثير انبسطت في القصيدة، جميلة جدا. أول شيء أنا بدي أشكر أمك ووالديك، بدي أشكر كل من دعمك، جدو حاتم وغيره، المخرج علاء محمد. أتابعوا معانا بجد، آمين يا رب. ربنا يديم. ونتمنى لك ولكل أطفال الوطن العربي كل الخير. إن شاء الله أشوفك في مصر لما أجي أزورها، إن شاء الله وتاخديني كده زيارة في مصر إن شاء الله، لففيني في مصر بجد إن والله. شاء الله. تنورنا. الله يخليك يا سلمى. زملائي وأحبائي وأصدقائي، شكرا لمشاهدتكم لهذه الحلقة، نستودعكم الله ونراكم في حلقة قادمة، تصبحون على ألف خير.